المحافظات الوسطى تحولت إلى كرة من اللهب على إثر العملية العسكرية المباغتة التي شنها الجيش الإسرائيلي برفقة قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المناطق الشمالية من مخيم النصيرات للوصول إلى مجموعة من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا بقبضة المقاومة الفلسطينية بعد سلسلة معلومات استخباراتية أجرى جهاز المخابرات الإسرائيلي أجراها في قطاع غزة للوصول إلى معلومات دقيقة حول أماكن الأسرى والرهائن الإسرائيليين. الجيش الإسرائيلي شن أحزمة نارية مكثفة، وكان هناك سرب من الطائرات المروحية الأباتشي التي قامت بغطاء ناري نحو هذه القوة التي عمدت على إطلاق سراح أو تحرير عدد من الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، كما زعم الجيش الإسرائيلي في بيان له هو برفقة الشباك وكذلك الشرطة الإسرائيلية، وبتدخل أيضا من قوات الكوماندوز البحرية التي شاركت في هذه العملية، ونتحدث عن غطاء ناري جوا وبحرا وأيضا برا على يد القوات المتوغلة، حيث تقدمت عدد من الآليات والمدفعيات الإسرائيلية باتجاه هذه المنطقة وقصفت منازل الفلسطينيين بالقذائف المدفعية وكذلك القذائف الصاروخية التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهبطت طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر وكانت تطلق النار بشكل عشوائي باتجاه مئات الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون في منطقة السوق المركزي بمخيم واحد في النصيرات، وكذلك الأمر طال القصف منازل في مخيم اثنان ومنطقة شارع العشرين في هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي كذلك الأمر مارس سلسلة هجمات جوية وبرية باتجاه الأطراف الشرقية من مدينة دير البلح، مخيم المغازي، مخيم البريج، وعدد الشهداء بحسب مستشفى شهداء الأقصى الذين وصلوا إلى هذا المستشفى أكثر من 55 شهيدا، في حين أن عدد من الشهداء الآخرين وصلوا إلى مستشفى العودة بالنصيرات وأيضا المستشفى الميداني الأمريكي في مدينة دير البلح وسط القطاع. هذه العملية العسكرية التي جرت على يد الجيش الإسرائيلي خلفت شلالا من الدم الفلسطيني، ولم يأبه الجيش الإسرائيلي بعدد المدنيين الفلسطينيين الذين راحوا ضحية لهذه العملية، من بينهم عشرات الأطفال الذين وصلوا إلى المستشفى بلا رؤوس، أطرافهم مقطعة، مجرد أكوام من الأشلاء الذين انتشلتهم بعض طواقم الإسعاف والدفاع المدني وبعض المواطنين الذين كانوا يحملون هذه الأشلاء على مركباتهم ويتوجهون بها إلى المستشفيات، في ظل أيضا عملية قصف عنيف جدا طالت محيط مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى. وكان هناك أنباء تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي طالب المتواجدين إدارة المستشفى والمتواجدين من النازحين والكوادر الإعلامية داخل ساحة المستشفى بإخلائها على الفور لإجراء عملية استهداف بداخل ساحة هذا المستشفى. لم تتم عملية استهداف حتى هذه اللحظة، ولكن لربما ما نشهد في الساعات القادمة عملية استهداف مباشرة لساحة مستشفى شهداء الأقصى في ظل التحذيرات الإسرائيلية، إضافة أيضا لوجود عدد من الفلسطينيين والنازحين وكذلك الطواقم الطبية وعائلاتهم بداخل هذا المستشفى أو إليه مؤخرا في ظل توسيع العمليات العسكرية في المناطق الشرقية للمحافظات الوسطى، وأيضا مع عملية النزوح المستمرة أحمد من مدينة رفح وخان يونس باتجاه هذه المحافظات التي باتت الملاذ الأخير للفلسطينيين بعد عمليات النزوح المستمرة. فيما يتعلق بهذه العملية العسكرية، كان هناك سلسلة تصريحات على لسان حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين للوصول إلى أهدافه في ظل استمرار هذه الحرب في شهرها التاسع على التوالي وفشله العسكري والاستراتيجي في الوصول إلى أهداف بعينها داخل قطاع غزة. هذه هي العملية الأولى التي نستطيع القول بأن الجيش الإسرائيلي تمكن إن ما صدقت مزاعمه بأنه تمكن من تحرير 4 رهائن إسرائيليين، أعلن عن صورهم وأسمائهم، ولكن مقاطع الفيديو أظهرت فقط أسيرة واحدة من هؤلاء الأسرى الذين وصلوا إلى الداخل الإسرائيلي في ظل استمرار لعمليات الاستهداف المتواصلة في المحافظات الوسطى. أحمد.